السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات قناة عابر عامر. النهاردة معانا خبر جديد، فيا طبعا في البداية ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان كل حاجة جديدة بعملها توصل لحضراتكم. ما تنسوش تحطوا اللايك فضلا وليس أمرا. والنهاردة معانا خبر جديد، تعالوا مع بعض نسمعه. تحقيقات حريق بدروم مصلحة الطب الشرعي تنفي وجود شبهة جنائية بالحادث. خبر بيقول قررت نيابة السيدة زينب الجزئية حفظ التحقيقات في حريق شابة داخل بدروم في مصلحة الطب الشرعي لعدم وجود شبهة جنائية. وكان تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل بدروم مصلحة الطب الشرعي بالسيدة زينب. تلقت غرفة أعمال شرطة النجدة بلاغ يفيد بنشوب حريق داخل مصلحة الطب الشرعي بالسيدة زينب، وتم الدفع بصلات إطفاء لمكان الحريق. تم فرض كردون أمني بمحيط الحريق ومحاصرته لمنع امتداده. تمت السيطرة عليه وتمت عملية الإخماد دون إصابات، وتبين أن النيران شبت داخل البدروم والطابق الأرض دون وقوع إصابات. ورجحت التحريات سبب الحريق ماس كهربائي. تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة والعرض على النيابة للتحقيق. وده كان نهاية الخبر بتاعنا، وانتظروني في أخبار جديدة وأخبار حصرية. فما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، ما تنسوش تحطوا اللايك فضلا وليس أمرا. وإلى اللقاء في قناة عابر عامر.